صار وقت تسليم ميركسدور افضل ممثله لبنانيه دور مساند، وميركسدور افضل ممثل لبناني مساند. المنافسه كبيره والجائزه وحده قلبها. قبل ما نكشف عن اسم الرابح والرابحه، تابعوا معنا اسماء المرشحات والمرشحين النهائيين. جوال داغر، داليدا خليل، ختام اللحام، باميلا الكيك، عصام الأشقر، مجدي مشموشي، نقولة دانيال، رفيق علي أحمد. مين قولكن رح يحصل على ميركس أفضل ممثلة لبنانية دور مساند وأفضل ممثل لبناني دور مساند؟ الجواب مع عضو لجنة التحكيم الدرامية المخرج أسد فولاد كار والإعلامية نسرين الظواهرة. مرحبا. ممثلة لبنانية حلوة كتير، بلشت بالحل بإيدك وبعدين شفناها بمتر ندى وأجيال. كانت مفاجأة كتير حلوة هالسنة لأن أبدعت بمسلسلين، ببيبي دريس وبيلونا، ولها سبب استحقت أفضل ممثلة بدور مساند لجوال داغر. اسم تاني كمان نحن ناطرينه منكم، وبندعي الاستاذ مجدي مشموشي ايضا. ميرسي على هالجايزه يلي بتعني لي كثير. أول شيء بدي أشكر لجنة الحكم يلي حطت ثقتها فيي، وكل الناس يلي صوتوا لي، وأنا بسببهم موجودة هلأ هون. بدي أقول ميرسي لكل الأشخاص يلي اشتغلت معهم، ولو منهم أنا ما كنت ترشحت لهالجائزة. ميرسي للمنتج مروان حداد، للمخرج سمير حبشة، والكاتبة كلوديا مارشاليان. شكر كتير كبير لدكتور فادي وزاهي الحلو يلي بيعملوا مجهود كبير كل سنة. يعطيكم ألف عافية. ميرسي للأم تي في ومبروك لكل الربحانين. ميرسي. أما الجيزة